بالنسبة للبطالة، متواجد البطالة في الكويت، لكن الحكومة مو مقصرة في هذا المجال. لكن الحكومة عمرها ما راح تسوي شيء بيدها بروحها، لذلك إن لو تشوفون حتى جميع بلدان العالم إن الحكومة ما تقدر تسوي أي شيء بروحها. فإحنا ممكن إن نوجه دعوة للشركات الخاصة أو القطاع الخاص دون ذكر أسماء يعني. طيب البطالة اللي في الكويت ليش ما يشغلون أبنائهم وأبناء البلد في الشركات الخاصة؟ أعتقد ما هو عيب إن أنا ككويتي أشتغل في شركة أو في قطاع خاص، ما هو عيب. طبعا أنا في بطالة بالكويت، يعني بصراحة بالأيام الأخيرة والسنوات الأخيرة كثير يعني، وأنا أعرف بالذات الشباب اللي بيروحون يسافرون برا تخصصات وما يحصلون أي فرصة عمل هنا لما يجون الكويت. أعرف واحد شخص واحد هندسة بترول قاعد هنا سنتين ما حصل على أي شغل، يعني ريال درس وتعب وكل شيء سوى عشان إنه يحصل على الشهادة، يعني بعدين ما حصل أي فرصة عمل بالكويت. طبعا لازم مجال تخصصها. في حالة ثانية اللي إحنا نعرفها، الشباب اللي ما عندهم شهادات، اللي هو الشباب اللي مثلا رابع متوسط كان أول يحصل فرصة عمل في الجيش ولا بالشرطة، الحين في شباب قاعدين ما عندهم أي شغلة. طبعا هو دراسته يمكن ما فلح فيها، وإنه مثلا ظرف ما يقدر إنه يكمل الدراسة أساسا، فبيحصل شغل. يعني مثلا في واحد أمه وأبوه مثلا، يعني واحد حالته ضعيفة شغلة ما حصل لا جيش ولا شرطة، وقاعدين شباب قاعدين قطاع خاص. طبعا القطاع الخاص ما يأهلهم إنه نفس الحكومة، لأن طبعا إحنا بين القطاعات الخاصة في ناس يكتفون على العمالة، يقولون الكويتية أساس إنه لازم زوجية، لازم شغلات، لازم تخصصات ثانية، يعني يبون تخصص وهذا ما عنده شهادة وين يروح؟ السبب هو عدم تكميل الدراسة. الشباب الكويتي يعني ما يكمل دراسة لمرحلة الجامعة حتى يتخرج دكتور ولا مهندس ولا طبيب، فمتوسطة ثانوية يتوظف عادي كاتب يعني. فالشهادات العالية لازم يكون مثل جامعة، محامي، دكتور. لما شاب تكمل دراسته يكون الوظائف متوفرة كلها الحمد لله. في عنده نسبة حوالي ما يقارب عن 50% وما توقع أو 40% نسبة الشهادة ما عندهم. الشهادة لذا العسكرية، لكن اللي بدش الوزارة الحكومية الدوائر الحكومية كإداريين اللي شنو بواسطة عن طريق الأعضاء. عارف شلون؟ أنا نسبة فيها عندنا من وزارتنا داشين حوالي ما يقارب عن 350 موظف وبواسطة قوية. والله في بطالة يعني بالنسبة للشباب تكون منهم، يعني خصوصا يقولون هالايام ان جسمه ان الحريم اكثر الايام قاعد تتوظف والشباب هم اللي قاعدين ما يتوظفون. فما ادري شنو يعني الاسباب، يمكن بالنسبه للشباب ما يلقون التخصص اللي يبونه، او اكثرهم اذا حتى لو خلصوا الجامعه يقعدون بشغل اداري، يمكن ما يحبون شغل اداري، يمكن هذا اللي ما يعجبهم. طبعا توجد هذا يعني شيء ملحوظ. والله ما اعتقد، لان الوزارات فتح مجال، والمعهد التطبيقي فتح مجال، والجيش هم فتح مجال، والحرس الوطني والشرطه، يعني ما في بطاله، بس ان الناس ما يبين يشتغلون. بعضهم يقول لا انا ما بيشتغل في الحكومه معاش قليل، وبعضهم يقول لا انا ما بيشتغل في مكان بعيد عن بيتي، وهذه هي المشكله الحاصله. عزيزي المشاهد، مرة أخرى أهلا بك. وقضية البطالة والتوظيف، وبالمناسبة نحن تحدثنا مع الدكتور علي زميع حول قضايا أخرى قد تكون لا تكون لها علاقة مباشرة بالقضية، ولكن بالتأكيد لها علاقة غير مباشرة، فنحن نتكلم عن هذه القضية بشكل كامل. دكتور، لديك تعليق على بعض اللقاءات اللي تمت قبل قليل؟ هو حقيقة كان استعراض جدا لطيف اللي شاهدناه،
وهي تبين التباين في وجهات النظر. إنسان يقول الناس ما تبي تشتغل، إنسان يقول مو لاقين وظائف، ناس يقول والله غلبت العنصر النسائي على العنصر الرجالي. أنا أعتقد أن يعني يجب نكون أمينين، هاي قضية أعيد وأكرر حساسيتها مفرطة. والجانب الناس تريد أن تطمئن على مستقبلها وعلى أرزاقها، وهذه قضية مهمة. لكن نحن لا نريد أن نخدع الناس، يعني لا نريد أن نطمئن الناس. يعني أنا أكون أمين، الحكومة وفرت ميزانية يعني الحقيقة تكميلية لهذا العام تغطي أي طلب، وراح نمشي فيها، يعني ماكو إشكالية مالية في التوظيف. لكن نريد أن تتوفر الحكمة والجرأة بحيث أنك تعالج المشكلة اليوم، لكن بآثار أيضا تمتد إلى المستقبل للوصول إلى المعالجة النهائية الشاملة. لأنه مؤلم ما تم يطرحها. يعني أنا أضرب لك مثال، يمكن ما طرح الكلام في شيء كثير من الصحة، بعضها في لبس. يعني أحد، أنا ما أعرف يعني كثير من الحوالات اللي قالوها، يمكن ما عندي علم، لكن أنا أعرف أن قضية أن أحد المختصين في تخصص نادر قعد سنتين ما لقى له وظيفة مثلا. وأنا فوجئت في الأمر وسألت، وأنها وصلت إلى لجنة العراض والشكاوي مجلس الأمم، بحثنا أنه هو كان طالب، لماذا لم يعين بشركة معينة؟ أي نعم، وهذه موثقة رسميا. فأنا لا ألومه مثلا، يمكن لأن فرصة العمل محدودة في قطاعات، لكن في قطاعات أخرى موجود. لكن الانطباع العام يعطي انطباع. لكن كثير مما قيل أعتقد يجب أن يؤخذ ويدرس، ويجب أن نوجد الاطمئنان عند الناس. وأنا أحذر أنه ليس الاطمئنان المؤقت، إنما أيضا الاطمئنان للمستقبل، وهذه خطورة القضية. نعم. دكتور، معنا أيضا اتصال هاتفي من أحد الأخوة. ألو. ألو. يا هلا. مساك الله بالخير. الله يمسك بالخير. حياك الله. عبد العزيز أحمد معك. يا هلا أخوي عبد العزيز. أول أشكركم على هذا البرنامج. الله يسلمك، شكرا لك. وودي أوجه سؤالي لمعالي وزير التخطيط. نعم. بالنسبة لحل المشكلة بالنسبة للبطالة وتوجه المواطنين إلى القطاع الخاص، في هذا الموضوع إذا كان الموظف يداوم نص دوام في اليوم وبعد الظهر يروح لأي عمل آخر ثاني، فكيف يكون له دافع أنه يتوجه إلى القطاع الخاص؟ جميل. وفي نفس الوقت كيف راح ينتج في عمل في العمل الحكومي أثناء الدوام، وكيف راح ينمي العمل الخاص اللي بعد الظهر؟ في هذه الحالة المشكلة راح تستمر على طول. أنا مدام الدولة موفرة لي دوام ووظيفة نص دوام ومريحة وبدون أي جهد، فش اللي يدفعني أني أروح على القطاع الخاص؟ نعم، شكرا فابلا. هل هناك أسئلة أخرى؟ لا، أنا شاكر لك جدا. كل شكر لك. يا هلا. أنا أعتقد ما تفضل في الأخ عبد العزيز أعتقد قضية حساسة وهامة وحقيقية. وأنا أحب أضيف أمر أخطر، ليس فقط أنه لا يستطيع الإنتاجية في عمل الخاص أو في عمل الوظيفي، بل هناك تعارض في المصالح. يعني كيف هو يعمل في القطاع الخاص وهو موظف حكومة مسؤول عن، وأحيانا قد تتعارض المصالح بين كونه موظف مسؤول عن قطاع معين، عن شغلة معينة، عن خدمة معينة، وهو أيضا لديه مصلحته الخاصة، بالإضافة لما تفضل فيه الأخ عبد العزيز. أيضا سرية العمل دكتور، يعني سرية العمل، معلومات، استغلال. القضية الثانية أن هذا مخالف المفروض للقانون الحقيقة. يعني لا، يعني المفروض الحقيقة من يأخذ يعني الترخيص التجاري يكون متفرغ. في حالات قديمة تم استثنائها، ولكن أحب أطمئن الأخ المشاهد أن مجلس الخدمة المدنية في قراره الأخير الحقيقة أكد على تطبيق القانون بعدم الجمع بين الوظيفة الحكومية وبين العمل الخاص، وأن في حالة ترخيص أي تجديد من الآن وصاعد الحقيقة يجب التأكد أنه لا يكون في وظيفة حكومية. وأنا أؤيد ما تفضل الأخ العزيز. دكتور، أنتقل إلى موضوع ومحور مهم من مواضيع الحلقة، وهو محور ودور القطاع الخاص في استيعاب الكثير، وهذا هو الحقيقة المحور الرئيسي في الحلقة. كيف نفعل دور القطاع الخاص؟ وهل القطاع، انت حضرتك قلت ان القطاع ليس مهيئ لاستيعاب اعداد كثيره من الاعمال الكويتيه؟ نتكلم في هذا المحور دكتور. طبيعي القطاع الخاص هو العلاج، نكون صادقين. يعني اذا نبحث عن بديل عن عمليه ان يتوجه الشباب الكويتي الى القطاع الخاص،
لن العمليه لن تعالج لن تحل. إذن يجب ان نركز في هذه القضيه. احداث هذا التوازن او دفع الشباب للكويت التوجه يحتاج الى قضيتين رئيسيتين. القضيه الاولى ان هذا المكان هذا المجال الذي نريدهم ان يتوجهوا اليه يجب حقيقه ان يكون اصلا وصل الى مرحله من النمو تؤهله ان يستوعب. القطاع الخاص في النهايه هو قطاع ربحي، وبالتالي لا يمكن ان يقوم بهذه العمليه كما تقوم فيها الدوله الان، ولا يستطيع حتى لو اراد. القطاع الخاص لن يستطيع ان ياخذ اي عنصر كويتي الا في ظل الاحتياج الفعلي لهذا العنصر، وهذا الامر معناه يحتاج يجب ان يكون القطاع الخاص نامي نمو صحيح وكامل بحيث يكون من القوه بان يوفر فرص عمل، وهذا لا يمكن الا من خلال عمليه ايكال كثير من عمليات التنميه الى القطاع الخاص، ودعم الحقيقه القطاع الخاص من خلال إعادة هيكلية الاقتصاد الوطني ليلعب دوره الريادي في عملية التنمية، وأن تبدأ احتكار كثير من الخدمات وكثير من الأنشطة، وأن تبدأ تسلم للقطاع الخاص بشكل تنافسي مع الضوابط التي ذكرناها للحفاظ على حقوق المواطنين، حماية المواطن وغيرها. قضية أخرى، لا يمكن تطلب من شاب كويتي يروح الحكومة يرتاح في وظيفته، ساعات محدودة، ما في مجال منافسة، ما حد قاعد يطالبه بأداء متقن، أجر أفضل، أمن وظيفي أفضل، إلى آخره من اللي نعرفه في الوظيفة الحكومية، يروح لهناك. شو اللي نعرفه؟ خلينا نكمل دكتور. لا لا أقصد يعني الأجر الحكومي يطلع. الأجر الحكومي نعم حالي قياس الأجر في القطاع الخاص. إذا تبيني كشاب كويتي أذهب إلى القطاع الخاص أعطني حافز مالي في القطاع الخاص، وهذه من ضمن آليات المعالجة. أنا أخاف أني أطرحها ونكون قريب، لكن إذا على عجالة التوجه. دكتور، هل تتوقع أن الشخص الكويتي أو طالب الوظيفة الكويتي ما يقبل العمل بالقطاع الخاص؟ أنا أعرف كثيرين يقبلون العمل بالقطاع الخاص، ولكن مثل ما قلت مسألة الحوافز، ناس بتشتغل ناس بتنتج، لأن بالقطاع الخاص أيضا الإنتاجية مقرونة بحوافز ومقرونة برواتب ومقرونة بمميزات معينة. يعني أنا يجب أن أكون صريح، العنصر الكويتي عنصر قادر على الإبداع متى ما أهل وأتيحت له الفرصة. حلو. إذا أهلناه وأتحنا له فرصة ممكن هو يذهب إلى القطاع الخاص كعامل كموظف في القطاع الخاص أو كصاحب حرفة في القطاع الخاص. يعني إحنا لما نجد التراخيص التجارية تتجاوز 90,000 رخصة، أنا ما أعتقد أكو رخصة تجارية لا يكون فيها إلا موظف واحد، استحالة. لكن احنا بنقول ناخذ المعادله، ان 90,000 رخصه خلينا نقول 50,000 منها فعاله ومنشطه. طيب هل 50,000 رخصه اين العماله الكويتيه فيها؟ فرضا طبيعي قد تكون شخص واحد يملك عده رخص، الحجم غير متوازن في العمليه. زين ايش الحافز اللي بتعطي؟ احنا قلنا الحافز تعطي القطاع الخاص حتى يوفر فرص العمل من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد، لكن الشاب الكويتي بيروح تعطيه حافز في المرحلة الانتقالية، تعطيه دعم مالي في هذا الجانب، تعطيه نوع من الأمن والاستقرار في وظيفته في القطاع الخاص، قد تدعمه في قضية التجنيد. يعني ماكو أحد في القطاع الخاص مستعد ياخذ عنصر كويتي الحقيقة ويروح يدفع لمدة سنتين أو سنة مرتب التجنيد. أي تاجر يسويها. إذن يجب أن يكون تدخل في هذا. أنا أحب كمواطن كويتي أيضا أطمئن على شنو؟ على يعني على وضعي الاجتماعي، إذا ممكن أكو جانب من العلاوة الاجتماعية، علاوة الأولاد أن تساهم الدولة بدفعها له، ثم تشجعه ليس ليكون موظف في القطاع الخاص فقط، بل ممكن أن نبدأ بقضية الأعمال التجارية والإنتاجية الصغيرة والمتوسطة. دول العالم تؤسس صناديق لدعم شبابها والعامل الباحثين عن العمل للتوجه لإنشاء ما يسمى بالسمول بزنس. نعم، هناك صندوق دكتور في الهيئة العامة للاستثمار. أنا جاية. نعم. الآن التوجه في الدولة الحقيقة قدمت مشروع قانون للزملاء في مجلس الأمة وهو قيد البحث، وأعتقد الزملاء في مجلس الأمة مهتمين مشكورين على هذا في بحثه، ونأمل إن شاء الله خلال الأشهر القادمة أو الفترة القادمة يشهد النور. وتمت أكثر من لقاء ويا الأخوان في اللجنة المالية، وإحنا متفائلين خير في صدور القانون يعالج القضية هذه. يعني مثال،
هذا يضمن للشاب الكويتي الذي يعمل في القطاع الخاص كموظف أو كصاحب عمل أن جزء كبير العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد تتوفر له مباشرة من الدولة، وبالتالي يستطيع أنه يتوجه إلى أن يجرب حظه في الأعمال التجارية وهو مطمئن إلى أن جزء من مورده في نوع من الضمان. كذلك أن الدولة تساهم في قضية الراتب تجنيد الخدمة الإلزامية ولا تحملها القطاع الخاص أو هو يتحملها أنه يعيش فترة سنة سنتين إذا ذهب إلى خدمة وطنه أنه يدفع يكون بدون مرتب. ثلاثة، أن أيضا مساهمة الدولة في التدريب والتأهيل للعاملين بالقطاع الخاص، يعني أنا أريد أن أفتح لي عمل تجاري صغير لكني أريد دورة معينة، ممكن في مشروع القانون الموجود أن الدولة تساهم في التدريب وتتحمل تكاليفه. بالنسبة للقطاع الخاص في هذا القانون هناك أيضا توجه لأن تكون قضية نسبة العمالة الكويتية في الشركات التي تتقدم لمناقصات أو ممارسة داخل للحكومة نسبة أن يصير التنافس بينها مربوط ليس فقط بالسعر، يكون مربوط بالسعر وبعدد العمالة وبنسبة العمالة الوطنية الكويتية الموجودة وين؟ الموجودة بهذه الشركة. وبالتالي أنت خلقت حافز بين مؤسسات القطاع الخاص لأنها تأخذ الكت، فعملت حافزين، حافز إيجابي للعنصر الشاب الكويتي أنه يتدرب مجانا تجنيده ويأخذ العلاوة الاجتماعية علاوة الأولاد إلى وين؟ يأخذها وياه وهو رايح له. وعملت حافز القطاع الخاص تنافسي بأن شنو؟ بأن من يستوعب أكبر عدد من العمالة الكويتية سوف يكون له فرصة أكبر في الفوز في مناقصات والخدمات التي تقدم للدولة. نعم، شكرا مع الوزير. معنا اتصال هاتفي من أحد الإخوان. ألو. يا هلا، الله يمسك بالخير. ممكن أكلم معالي الوزير؟ حياك الله، تفضل أنت على الهواء وسؤالك. معالي الوزير مساك الله بالخير. مساك الله بالخير سليمان، هلا فيك طال عمرك. معالي الوزير، يمكن أنتم قد تطرقون إلى موضوع البطالة ويمكن لك جهود طيبة وللحكومة جهود طيبة في موضوع البطالة، لكن أنا بتكلم عن البطالة من نوع آخر اللي هي البطالة المغنعة الموجودة في الجهاز الحكومي، وهذه أنا أتكلم فيها من باب اللي أنت طرقت له باب الأجور. ونتصور أن معظم وزارات الآن الدولة باب الأجور قاعد يأخذ الكثير من الميزانية وبالتالي أثر على مدى تقدم العمل فيها. وأنا لما نتكلم عن البطالة المتغنعة يمكن أعطيك بس مثالين، مثال في الوظائف العليا ومثال في الوظائف الدنيا. يعني إحنا كثير يمكن خلينا نبدأ في الوظائف الدنيا من زمان فترة طويلة، وأنا بتطرق وأتمنى أن ما يزعل يعني البعض لبعض التسميات، لكن أنا بس نسمع كثير يعني إن أخي الكريم بدون ذكر أسماء ولا يعني بشكل عام اطرح الموضوع. يعني أنا اطرح الموضوع، يعني راح أعطي مثال الآن قضية كمثال في بطالة كثيرة، موضوع كمثال في الهجان الآن كثير من الآن الموجودين قاعد يأخذوا رواتب ولا يداومون ونسمع عنها كثير. لما نجي لوظائف عليا قضية الآن المستشارين اللي يحولون إلى مستشارين، وظائف قيادية عليا تحول إلى مستشارين، ويمكن بعض الوزراء لهم رأي فيهم بعد فترة أو بعد 4 سنوات نلقى أنهم يجدد لهم أيضا. وتصور هذا كثير يمكن يأخذ من باب الأجور. والشيء الثاني أيضا كوظائف نعتبر إحنا شرفية، يعني بقول كمثال كالمختارين الآن في المناطق، في بعض المناطق في 5 مختارين لكن ما في في المنطقة يمكن مخفر أمن، يمكن هو المنطقة محتاجته أكثر من المختار. فأنا أتصور أن المفترض أن أيضا بجانب البطالة أن نطرح أيضا موضوع آخر هو البطالة المغنعة. شكرا أخ سليمان. شاكر لك. شكرا. أنا أعتقد الأخ سليمان تطرق لقضيتين حيويات، قضية البطالة المغنعة وما تستهلكه قضية واضحة. أنا أعتقد نسبتها الحقيقة يعني جزء منها طبعا خطرها واضح هو تفضل فيه، يعني يعني الناس لما تشتكي الان، هذا لما نقول لما سياسه التوظيف وخطورتها التقليديه، الان لما يصير النسبه العاليه يعني يعني اكثر من 1/3 ميزانيه الدوله تذهب على الرواتب، اذا ماذا بقى لعمليه التنميه؟ لما مواردك معظمها تذهبها للرواتب كيف تصرف على على الصحه، على التعليم، نعم، على الخدمات، على الاتصالات، على البنى التحتيه، على طرقك، على كهربائك، كل الخدمات كيف تصرف عليها؟ إذا مجالات التنمية التي يحتاجها المواطن تقوم عليها ركائز الدولة سوف تضعف يوم عن يوم، وهي قضية قاعدين نحسها. شيء آخر، إحنا حتى في الجزء المتبقي من موارد الدولة والميزانية تأييدا لكلام الأخ سليمان،
ميزانيتها لما ناخذ قطاع الخدمات الصحيه التعليميه وهالمجالات نجد ان ميزانيه هالقطاعات المسؤوله عن مجالات تنميه حيويه معظم ميزانيه هالقطاعات كوزاره الصحه والتربيه هي للباب الاول ايضا ضمن رواتب او امور اداريه داخليه. لكن الاسم ان ميزانيتنا من اعلى الميزانيات كنسب في القطاع هذا ولكن ايضا في خلل في الميزانيه. فانا ايده وهذا عائد الى جانب اخر الحقيقه ان احنا اكثرنا في جهازنا الحكومي من الوظائف الاشرافيه. ثم ان اتبعنا قضيه هذه خطيره يعني ان الترقيه بالاقدميه ان كل سنه علاوه بعد كم سنه يصل الى بالتدرج الزحف التقليدي بحكم القانون يصل الى درجات عليا. هاي خطورتها اصبح كل شاب كويتي بناء على مو الخبره والقدره بناء على عدد السنين يجب ان يكون في منصب اشرافي. اصبح جهازنا جهاز كله اشرافي. بينما الدول الاخرى الجهاز يجب ان يكون جهاز مهني وان الارتقاء فيه مبني على القدره المهنيه. من يتعامل تعامل مهني مع عمل اليومي، من يدرب نفسه ويتنافس مع زملائه، من يدخل دورات تدريبية أكثر، من يتفوق في أدائه، هو الذي يجب أن إيش ينال الحظوة في هذه الترقيات. دكتور كلنا قابلين هالنقطة هذه، ولكن كيف أنا أتكلم عن الوضع التقليدي. نعم. أن الجهاز يجب أن يتحول الآن إلى البعد المهني للقضاء على البطالة المقنعة، وبالتالي البعد المهني يعطيك استثمار أكثر لعناصرك البشرية في الدولة. ثم يعطيك شيء آخر إن العنصر البشري لا يقتل داخل الجهاز الحكومي. يعني يأتيك الشاب كل طموح ويدخل وظيفة ليست مهنية وما فيها أي بعد مهني، يظل 6 أشهر سنة ثم يأتيه الصدع، عكس اللي يروح القطاع الخاص لأنه أمام تحديات يريد أن يثبت وجوده. طبيعي هذه ليس مسؤوليتنا المواطن فقط، أنا أقر إن هاي مسؤوليتنا، نحن نتحمل هذه المسؤولية ويجب أن نبدأ بإعطاء البعد المهني الدور الأكبر في هذا الأمر، لأن خطورته هي قتل الإنسان الكويتي المبدع. إن بعد فترة في إحنا منتبهين لها، بادين لها، لها مشاريع وأعلنت هذه المشاريع ونأمل البداية فيها. قضية الوظائف أعتقد يعني قد يكون في بعضها جانب نسبي يجب أن يراعى يعني الحقيقة، وبعضها قد يكون في شيء من ما يحتاج المراجعة والتوقف عنده. نعم. الحقيقة لإثراء هذا النقاش وأنا في كلام لك دكتور تقول أن اختلاف الرؤية وتعدد الاجتهادات هو أمر طبيعي في بلدنا الديمقراطي الذي يتسم بالتعددية، كما أنه يثري الفكر ويوسع آفاق الحلول المطروحة وبه تتعدد زوايا النظر والرؤية لأي مشكلة. كلامك دكتور في إحدى الصحف أيضا. ومن هذا المنطلق معنا الأستاذ الخبير الاقتصادي جاسم السعدون على الهواء مباشرة. ألو، حياك الله أستاذ جاسم. يا هلا فيك، ساعة مباركة معنا، وإذا كان هناك تأخير أنا أعتذر. هذه المشكلة مشكلة توظيف مرتبطة في مشاكل أخرى كثيرة، أترك لك مطلق الحرية في النقاط التي تختارها للتحدث عنها والحوار مع الدكتور علي زميع وزير التخطيط. شكرا لك أخوي سايد. كل الشكر لك. وشكرا للأخ الدكتور علي زميع، أتمنى لكم يعني الأثنين التوفيق. شكرا الله بالخير. الله بالخير أخوي علي. أنا بس بودي أن يعني أقول وجهة نظر وأحاول أختصرها من خلال ذكر بعض المفاهيم والأرقام السريعة حتى لا يعني لا أطيل في الشرح النظري. أنا قلق من المشكلة، وأعتقد أنها أكثر المشاكل التي تثير قلق، لكن قلقي الحاضر يقل عن مستوى قلقي حول المستقبل. أنا أعتقد أن إسقاطاتها بالمستقبل أكثر خطورة، وأعتقد يعني بذكر بعض المؤشرات قد نصل إلى خلاصة شبيهة بالخلاصة التي ذكرتها. واحد، أنا أعتقد أن هناك في مشكلة رئيسية في جانب البطالة المقنعة ذكرها الأخ سليمان في مداخلته السابقة، يقول تقرير لفريق من البنك الدولي لما كان عدد موظفي الحكومة في 92 يونيو 92 أنه معدل البطالة المقنعة في الجهاز الحكومي ما بين 20-40%. نحن الآن نتكلم والجهاز يعني عدد الوظائف في الجهاز الحكومي حوالي 184، فنحن أو أنا أعتقد أنه حجم البطالة المقنعة في حدود 50 على أقل تقدير. وبالتالي عندما نتكلم عن عدم وجود بطالة هذا لا يعني عدم وجود بطالة، لدينا بطالة وبطالة رئيسية ولكن بطالة مدعومة. عندما نتكلم عن سكان الكويت 44% منهم
دون 15 سنة. هذا المتوسط في الدول المتقدمة 21. الدول المتقدمة الآن بالذات في أوروبا تشكو من مشكلة هيكلية في البطالة، 12.6 في فرنسا، 12 في ألمانيا، 19 في إسبانيا وهكذا. التدفقات إلى سوق العمل في 20 سنة القادمة ضعف التدفقات إلى سوق العمل في الدول المتقدمة الآن، يعني أنه اللي بيدخلوا سوق العمل في القادم من الزمن في 20 سنة القادمة سيكون ضعف الموجود في جهاز العمل، في جهاز العمل حاليا الحكومي. الآن نتكلم عن حكومة توظف 93% مباشر بشكل مباشر من قوة العمل الكويتية. كيف يمكن أن تستوعب ضعف التدفقات في ظل الوضع المالي الحاضر؟ وكلنا نعلم أن الوضع المالي الحاضر يقول أنه 2.2 مليار دينار كويتي هي تكلفة الجهاز الوظيفي الحكومي، إذا أضفنا له الجهاز العسكري الميزانيات الملحقة والمستقلة، وإذا أضفنا له ما يحول للتأمينات الاجتماعية لتغطية انتظام هؤلاء الناس في نظام التأمينات الاجتماعية. إذا أخذنا في الاعتبار أنه أسعار النفط في القادم من الزمن أيضا في كل الأحوال ستحافظ على معدلها الحقيقي، وبالتالي لن نشاهد زيادات 75 73 و89، إذا أخذنا في الاعتبار أنه حوالي ثلثين يعني احتياطياتنا المالية استهلكت في إعادة البناء، كيف يمكن أن نواجه هكذا مشكلة ونحن داخلين على يعني عالم متنافس بشكل رئيسي، ولدينا نظام تعليم يخرج في أحسن الأحوال كتبة؟ ليس هناك علاقة حقيقية ما بين نظام التعليم، مخرجات التعليم وسوق العمل، وبالتالي حتى النظرة إلى وجود يعني نوع من الأمل في القطاع الخاص ما لم يصلح قطاع التعليم، ما لم يخرج قطاع التعليم ما يحتاجه سوق العمل. حتى من هذه الزاوية احنا نتكلم بشكل نظري ونريح حالنا، لكن حقيقة الأمر أنه لن نخرج عمالة منافسة في سوق يعني يحتمل أن يتحول لكل العالم سوق واحدة، الأساس فيه كفاءة الإنتاج والقدرة على في نطاق العمل على التعليم الجيد، على التدريب الجيد. فقلقي عن المستقبل أكثر من قلقي من الحاضر، وبالتالي ما لم نستقل عنصر الوقت المهم جدا جدا في محاولة يعني علاج هذه الإشكالية الآن، ما دمنا نستطيع، ما دمنا يعني نملك بعض الاحتياط المالي، نملك بعض النفس، ونحن لسنا تحت الضغوط، لسنا تحت ضغوط تضخم وبطالة سافرة عالية وأسقاطاتها الاجتماعية السياسية، إذا لم نستخدم عنصر الوقت الذي وضعناه في فترة ما بعد التحرير للأسف، إذا لن نستخدمه بشكل جيد وسريع جدا، أنا أعتقد أنه قاعدين نهيئ البلد لمشكلات اجتماعية سياسية خطرة. إذا راجعنا أدبيات تنمية في دول العالم على الأقل ما يعني ما قرأناه في المعاصر من هذه المشكلات، نجد أساسها اقتصادي، ونجد أهم مؤشراتها ارتفاع معدلات البطالة السافرة هذه المرة. فأرجو حفاظا على البلد الطيب، يعني أن نقوم بالتصرف بشكل سريع ولا نطيل في قضية نقاش هذه الأدبيات. أنا أعتقد أنها مطروحة منذ زمن طويل، أعتقد كل ما نحتاج إلى الإرادة السياسية، القرار السياسي الذي يعي أن البلد مؤسسة يجب أن تبقى بعد أعمارنا، وبالتالي يجب أن نواجهها إذا مو من أجلنا على الأقل من أجل 44% دون 15 سنة. أستاذ جأسم كل الشكر والتقدير لك وعلى هذه المداخلة، وأتمنى لك أيضا التوفيق والنجاح دائما، وسأنقل الميكروفون للدكتور علي زميع إذا كان هناك تعقيب. شكرا أستاذ جأسم. سهلا حياكم. شكرا. أبدا أنا أعتقد يعني هي ذات المخاوف المطروحة، وأنا يسعدني أن يكون ما طرح في مقدمة اللقاء يتفق تماما مع ما طرح الأخ جأسم، اللي هي ممكن أنا بدأت في المقدمة أنها لا توجد قد مشكلة واضحة الآن، لكن الخوف من المستقبل، من قضية الهدر المالي الكبير الذي يتم الآن، الحقيقة يجب استثماره بالحفاظ على الأجيال القادمة، ما تفضل فيه من قضية أن نعيش مجتمع شاب يعتبر 44% أقل من سن 15، خلينا نأخذ من سن 18، معناه 50% من مجتمعك مجتمع شاب خلال السنوات القادمة راح يطالبك بفرص عمل أنت الآن تصرف عليه. 50% من
من الشعب الكويتي تحت سن 18 في ظل عملية التنمية الدولة تنفق على رعايته. هل هذا الإنفاق الضخم على رعاية نصف السكان يتم بالطريقة السليمة التي تهيئ المواطن أو الشاب الكويتي للدخول في فرصة التنافس في فرص العمل؟ أنا أعتقد ما تفضح في أستاذ جاسم، هو ذات ما توصلنا إليه على الأقل في جهاز الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وهو ذات ما طرحه، هو ذات ما قدم في التقارير المعلنة. نعم. وأدبيات دكتور، أيضا الأستاذ جاسم ذكر موضوع الوقت، ولكن سنعود إن شاء الله لنقاش هذا الموضوع بعد الفاصل الإعلاني. ابقوا معنا، سنكون معكم حتى 12 ليلا. أهلا بكم، حياك الله عقل إسماعيل. يا أهلا فيك. وين الدوريات عندنا؟ دورياتكم وين؟ شو المشكلة يا أستاذ محمد؟ الناس تبي تتعلم، يعني تحس ان انسان كبير، احس ان انا ابوه يعني. اسباب التي تجعل الناس تحتفظ بالسلاح، ليش؟ الخوف من تكرار تعرضه الى قزو اخر. بس هذا مو منطق دكتور. علامات استفهام كثيرة نضعها امام كل من يهتم بهذا الموضوع. الى اللقاء. عزيزي المشاهد، مرة أخرى والحكم بعد المداولة، وضيف هذه الحلقة الدكتور علي زميع، وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وحديث حول البطالة والتوظيف. معنا تليفون دكتور تسمح لنا، وثم نعود إلى فاكسات الحلقة. ألو. ألو. حياك الله. يا هلا. يا هلا فيك. تفضل. الله بالخير. الله يسعدك بالخير. هلا فيك. نشكركم على البرنامج الحيوي. الله يحييك. شكرا. يعني هذا اللي عودنا عليه تلفزيون الكويت، دائما يطرح قضايا تهم المجتمع الكويتي بشكل عام والفرد الكويتي بشكل خاص. شكرا. حقيقة عندي مداخلة أتمنى أن تكون في محلها. مساك الله بالخير معالي الوزير. مساك الله بالخير. عمر سعيدين بسماع صوتك. شكرا طال عمرك. أيضا حريص على طرحك، يعني أقدر لك اهتمامك في قضية التنمية، لأن الحقيقة كثير من القياديين ينشغلون بحل الأزمات المزمنة الموجودة في مؤسساتهم، و يعني كثرة انشغالهم لا يستطيعون العطاء بالشكل المطلوب على الرغم من بذلهم، يعني ويعني بذلهم قدر الاستطاعة في حل هذه المشاكل. التميز هو تجاوز هذه الأزمات والتفرد بقضية التنمية، لأن لا شك أن قضية التنمية تهم كل مواطن كويتي بالتحديد، وأيضا تهم البلد بشكل عام. هذا مكسب وطني، أحب أن أكون إيجابي قدر الاستطاعة وموضوعي. أعتقد أن لكل إنسان مدخلات ومخرجات، أعني بذلك أن الإنسان إذا كانت لديه يدين قويتين فهذه مدخلاته، فمخرجاته أنه يستطيع أن يعمل الأعمال الشاقة. أيضا إذا كان مدخله أن عقله نير وعنده درجة عالية من الذكاء، أيضا مخرجاته أن تصرفاته كلها تدل على عقليته وذكائه. أعتقد أن الفرد الكويتي لا يعرف مدخلاته بشكل صحيح، أو طبيعة المجتمع الكويتي يمكن ما تخليه يفكر في أنه هو الآن في فرصة، وهو الآن في رقعة فريدة من العالم. أعتقد أن الظروف المحيطة بالفرد الكويتي مقارنة بأفراد الدول الأخرى، هو مستقر ماليا نسبيا، لديه سكن، معيشة يعني هي فوق، ما نقول احنا هي فوق المستوى العادي او مستوى عادي. كثير من الدول تعاني من الفقر والمجاعة، بفضل الله عز وجل احنا يعني هذه القضية ليست موجودة عندنا. ما في كويتي عنده مشكلة في النقل، وايضا قليل من الكويتيين. نعم اخوان عبد الحميد، لو تختصر لو سمحت. ان شاء الله بإذن الله. ايضا فرص العمل هي موجودة، نلقى الكويتي يا أما إداري أو فني إذا ما كان يعمل في قطاع خاص. ما نجد كويتي يعمل مستخدم، مندوب أو خادم أو سائق مثلا، عامل مصنع إلى غيره من هذه الوظائف. مستوى الثقافي للفرد الكويتي قد يكون يقتصر على مصادر عامة مثل الصحافة، المجلات، غيره من هذه الأمور. يمكن مشاهدة للتلفزيون، يعني قليل ما نلقى أنه يتخصص في مجاله أو طبيعة عمله.
السؤال شنو قاعد الحبيب؟ السؤال هو ليس سؤال، وإنما أعتقد أن المشكلة هي ثقافة الفرد الكويتي، ليست المشكلة في أن ليست المشكلة في القطاع الخاص، وليست المشكلة في الحكومة فقط. نعم، ما هي المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ عطنا لب المشكلة من وجهة نظرك لو سمحت عشان ننتقل إلى اتصالات أخرى وفقسات أخرى. أعتقد أن المشكلة هو طرح برنامج تنموي يحاول أن يغير من ثقافة الفرد الكويتي تجاه هذه الأمور. الفرد الكويتي يبحث عن الوظيفة. أنا طبعا أتكلم لأن أنا من تجربتي في القطاع الخاص، احنا نبحث عن الشاب الكويتي ونبحث عن الفرد الكويتي، نصطدم بمشاكل أن الفرد الكويتي أمام فرص كثيرة ليس حريص على تنمية قدراته بشكل خاص. أو أخوي عبد الحميد، سنتحدث عن المشاكل التي تواجه القطاع الخاص في اتصال من الدكتور عصام الربيعان رئيس قسم الإدارة العامة، وتابعنا وستجد إن شاء الله، ونحن نقدر لك هذا الاتصال. كل شكر وتقدير لك. شاكر لك. شكرا. دكتور، إذا كنا هناك تعقيب أو ننتقل إلى الفاكسات. الحقيقة فاكسات كثيرة وصلت، ولكن يسمحون بعض الأخوان، أنا أعتذر عن بعض الفاكسات الخط فيها غير واضح للأسف، بعض الفاكسات فيها أمور أنا شخصيا ما راح أقدر أطرحها للأمانة، لأن ما نقدر نطرحها في جهاز تلفزيون ولا نتمس أشخاص آخرين ومسميات أنا ما بأذكرها للأمانة ولا بنذكر أي مسميات. دكتور، أحد الأسئلة هو من الأخت مواطنة بتوقيع مواطنة، هل سيتم فتح باب التسجيل في هذا العام في ديوان الخدمة المدنية لحصر البطالة ومن ثم إدخالهم دورات تمهيدا لتعيينهم كما تم في العام الماضي؟ أعتقد هذا أمر تقليدي، وإن شاء الله في شهر القادم نوفمبر سوف يفتح الباب للتسجيل فيه. فطبيعي. نعم. دائما بعد انتهاء فترة الامتحانات وظهور النتائج. نعم، أتمنى أن الإخوان يتصلون بالدكتور عصام الربيعان حتى نأخذ في الوقت المتبقي. ودكتور، القطاع الخاص هل تتوقع أن الآن في وضع الحالي ممكن أن يستوعب، هل يجب أن يطور من نفسه، هل يجب أن الحكومة تقوم بدور معين تجاهه غير عملية دفع الفوارق في الرواتب؟ هو طبيعي لا يستطيع القطاع الخاص أن يطور نفسه إن لم تتح له فرصة لأن يتطور. الجانب الربحي دائما الحقيقة احنا عندنا عقدة ان اي تعامل مع مؤسسة تسعى للربح وكأن العملية الربحية جريمة. يعني دائما اقول لك تجار يبي يربحون. نعم. نعم، القطاع الخاص مبني على الربحية، والآن الربحية ليس كالسابق مبنية على شركات ومؤسسات مساهمة حتى لو كانت فردية. الحافز هو يأتي من البعد الربحي، الجهد الذي يبذل، الذي يعمل 24 ساعة في اليوم، الذي يبدع في عمله، هو عائد إلى أنه يريد أن يتميز في عمله حتى يحقق ربحية عالية. طيب، هل مجالات نمو أن تفضلت أنه يطور نفسه تطور القطاع الخاص متوفرة؟ القطاع الخاص لا يستطيع أن يتطور لا كأفراد ولا كرأس مال إلا إذا أتيحت له فرص استثمارية داخل الكويت، أو سوف نجده أنه ممكن يبحث عن مجالات استثمارية في الخارج. والآن في التوجهات الاقتصادية العالمية انتقال رؤوس الأموال قضية سهلة وبدأ بإلقاء الحواجز أمامها. نعم. لكن لما تضاق الفرص على القطاع الخاص أن يمارس دوره بالتالي لن يستطيع أن يتطور، وهذا ما نقول عليه ولا أحب أتكلم فيه لأنه ليس موضوع، هو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بحيث يستطيع الاقتصاد الوطني أن يلعب دور كبير في هذا الموضوع. نعم، هذه نقطة. دكتور، في لقاء مع دكتور ناصر الصانع في الحلقة اللي فاتت كان يتحدث عن فتح آفاق جديدة للعمل، واستشهد مع دكتور طارق سويدان حول تجارب معينة، التجربة الماليزية وتجربة أعتقد في سلطنة عمان، أن لديهم نوع من فتح آفاق جديدة للعمل في مجالات معينة وبالتالي بيعها إلى القطاع الخاص. هو هذا المقصود في عادة الهيكلة، يعني جزء منها عملية الخصخصة، وليس الخصخصة فقط ببيع أسهم الشركات، إنما بعض المرافق يتم خصخصتها بالكامل وأن تدار من قبل القطاع الخاص. لكن كل هذه الأمور تحتاج إلى أن تكون في رؤية متكاملة لعملية التنمية، مثل ما قال الأخ عبد الحميد. هذه يجب أن تكون هناك رؤية متكاملة لمسيرة التنمية في كل مجالاتها. لا تستطيع أن تنجح
في التنمية الإدارية وقضية البطالة إن لم تنجح في البعد الاقتصادي الذي يؤدي إلى توفير فرص العمل، ولن تستطيع أيضا أن تنجح في هذا الجانب حتى لو وفرت العاملين ما لم توفر تنمية بشرية من خلال التعليم يغطي هذا الجانب. جميل. حول مصاعب والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، دكتور عصام ربيعان رئيس قسم الإدارة العامة بكلية العلوم الإدارية في الجامعة معنا على الهواء، حياك الله دكتور. يا هلا، مساك الله بالخير اخوي. الله يمسك بالخير. مساك الله بالخير معالي الوزير الدكتور علي. مساك الله بالخير استاذنا، شلونك دكتور عصام؟ الله يسلمك، فرصه سعيده التقينا معك. الله يخليك دكتور عصام. تعقيب على ما دار في الحلقه وسؤالك المحدد هو ما هي الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في استيعاب العماله الكويتيه من وجهه نظرك، وكيف نتغلب على مثل هذه الصعوبات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه رايي اول شيء او تعقيبي على الملاحظات اللي تفضل فيها معالي الوزير يمكن قد تكون شهادة مجروحة الحقيقة من مع الدكتور علي، لأن الحقيقة يعني أتشرف أنه كان لي فرصة للعمل مع الدكتور علي في بدايات العمل. أنا الحقيقة ودي يعني مداخلتي تكون فيما يتعلق بالقطاع الخاص، لأن أعتقد وما بأبدي الليلة يعني نظرة تشاؤمية، لكن هذا واقع الحقيقة، أن البحث عن حل لمشكلة العمالة في القطاع الخاص الحالي أعتقد ما راح تقود لنتائج عملية وتحل المشكلة، وحتى يعني حل جزئي، وذلك الأسباب التالية السريعة. احنا الآن يعني القطاع الخاص يعاني من ركود اقتصادي وتجاري واضح يشتكي منه أهل القطاع نفسه، هذا أخذا بالاعتبار أن القطاع الخاص قاعد يتلقى دعم حكومي كامل، القطاع الخاص قاعد يستخدم العمالة الهامشية الرخيصة، ومع ذلك يعاني من ركود اقتصادي وتجاري. أنا أتصور لو كلفنا القطاع الخاص مهما أعطيناه من مزايا ما تقارن بالعبء اللي راح يتحمله من توظيف الكويتي ب 500-600 دينار مقابل غير الكويتي اللي قاعد توظف في يعني رواتب متدنية. فأعتقد يعني تعليق الآمال على حل المشكلة من خلال القطاع الخاص أعتقد يعني ما يجب أن نكون متفائلين جدا فيها. الناحية الثانية الحقيقة موضوع البطالة مساع يمكن يعني في بداية الحلقة تم النقاش فيه. أنا أعتقد أن البطالة مفهوم فني تم الحديث أو تداوله بطريقة أو استعارته على واقع الكويت قد ما يكون مناسب. البطالة في المجتمعات اللي تعتمد على اقتصاديات السوق في عرض للعمل وطلب للعمل، الناس اللي توظف تلبي حاجة السوق، الناس اللي ما تلبي حاجة السوق تسمى عمالة بطالة إلى غاية ما يتم طلب عليها. أما الواقع عندنا بالكويت لا، الواقع بالكويت جهاز حكومي يوظف الناس اللي تيجي قبل، الناس اللي عندها واسطة، اللي عندها استثناء، اللي عندها إلى آخره، بقية الناس تنتظر دورها، وما حد راح يقعد بالشارع ماكو وظيفة، بس راح تنتظر دورها في الميزانية القادمة أو في الاعتماد التكميل القادم. ورد أيضا في يعني الكلام اللي تفضل فيه أبو عمر على موضوع الحقيقة يعني تغيير المفاهيم، يمكن أثرت سؤال الأخ ساير عن موضوع تغيير المفاهيم لدى المواطن. أنا أعتقد يعني لكي نغير مفاهيم المواطن حول العمل يعني يجب أن حتى المظاهر الحقيقة الغنى اللي قاعد تظهر على النشاط الحكومي أيضا محتاجة إلى تغيير، سواء بسياسة الإنفاق الخارجي والدفاع والمؤتمرات وامتيازات القياديين وغيرها. هذه إذا ما أقنعنا المواطن بأن بالفعل الحكومة جادة فيها، فصعب أن نقنع المواطن أيضا بالتحول عن سياسة يعني الاستهلاك الشرهي إلى الاستهلاك المنضبط. نعم، إذا التغير يجب أن يبدأ بالنفس أولا. لا شك. نعم. ورد أيضا في ثنايا الحديث معالي الوزير موضوع مشروع القانون لدعم القوى العاملة، وأنا حقيقة يعني بعلق عليه من واقع قراءتي له في الصحف يعني النسخة اللي تم تحويلها من مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة. طبعا القانون لا شك أنه يعالج قضايا أساسية ومحتاجين له من زمان، بس يعني يمكن ملاحظات سريعة، يعني هناك تداخل واضح في الاختصاصات في جهازين ممكن ينشؤون، جهاز الخدمة المدنية والأمانة العامة للقوى العاملة. أتمنى يعني أن يكون هذا الموضوع وضع في الاعتبار. هناك يعني موضوع دعم القطاع الخاص للقوى وذلك لاستيعاب القوى العاملة أنا أشرت إليه في بداية حديثي. نعم. موضوع المناقصات أعتقد واشتراط على المقاول يعني نسبة عمالة معينة أعتقد أنه
شرط جيد لكنه مثالي، لأن العمالة ما يتوفر لها عنصر الاستقرار اللي تفضلت أبو عمر وأشرت له في بداية حديثك. يعني الممكن المقاول يأخذ يوظف الكويتيين خلال فترة انعقاد المشروع وبعدين يقول لهم مع السلامة ما دام أخذ فلوسه من الدولة. أتمنى أن المشروع لو اشترط أو أدخل موضوع الخصخصة وحماية القوى العاملة. الحقيقة موضوع الخصخصة أيضا أثير سؤال عليه، ما لم يصدر تشريع لحماية القوى العاملة على الأقل بالفترة الانتقالية، وإلا يعني مشروع الخصخصة ما راح يخدم، يعني راح يحقق عائدات للدولة للهيئة العامة للاستثمار، لكن أعتقد ما راح يعالج أيضا مشكلة العمالة. فلا بد من معالجة تشريعية لحماية القوى العاملة. نعم. أنا ما بيأخذ يعني وقت الحقيقة. لا مستمتعين بهذه المداخلة دكتور، وكلامك منطقي ومعقول جدا. إذا كان هناك إضافة أيضا فنحن نسمع. يعني يمكن عشان يكون حلنا عملي، يمكن واحد يسأل طيب شنو الحل إذا أنت يعني يائس من الحكومة ويائس من القطاع الخاص. أعتقد واجب الدولة هو في خلق قطاع خاص ذو خاصية استيعاب عمالة ذات كثافة. بمعنى هناك اقتصاديات تعتمد على العمالة الكثيرة، إنشاء شركات معينة تستوعب هذه العمالة وتؤدي الخدمات اللي قاعدة تؤديها الآن الشركات اللي قاعدة تستخدم عمالة وافدة. يعني أنا أتذكر يعني من ضمن الأفكار اللي كانت طرحت في السابق هو إنشاء شركة لاستيعاب المتدربين من الدورات التدريبية اللي قيمها ديوان الخدمة، وتقوم هذه الشركة بتقديم الخدمة للحكومة خصوصا أعمال الصيانة الخفيفة، الخدمات الخفيفة هذه اللي يقبل عليها الكويتي. أنا بدل أعطيها شركة يستفيد منها شخص واحد صاحب الشركة ويجيب عمالة آسيوية أو غيرها، الشركة هذه تكون برأس مال كويتي وعمالة كويتية وهم يزاولون العمل. يعني الانفاق من الباب الثالث والرابع يجب أن يخدم أيضا قضية العمالة. إحنا الآن قاعد نعالج قضية العمالة من باب واحد، باب الأول، وهذا الباب قاعدين تفخ وطبعا مو قادرين نسيطر عليه، لكن أعتقد يجب أن تكون أيضا معالجة العمالة من الأبواب الأخرى. هذا يعني عجالة سريعة، وأرجو أنه يعني ما كنت ثقلت على أبو عمر. شكرا دكتور عصام ربيعان رئيس قسم الإدارة العامة كلية العلوم الإدارية بالجامعة. شكرا دكتور. شاكر لكم وشاكر للدكتور. شكرا دكتور سعد بارك. شكرا. يبدو لك تعليقات كثيرة على هو يعني الدكتور عصام للأسف من الناس اللي تشرفنا بالعمل وياه واستفدنا منه فائدة كبيرة، ولكن يظهر الحب والعمل الأكاديمي اسحبه من عندنا. ولا الحقيقة دائما الدكتور عصام فعلا من الناس اللي يفخر الواحد بتواجدهم على الساحة العلمية والمهنية. أعتقد أكو شيء لطيف يعني أنا لاحظته بكل المتكلمين، حتى الفاكسات الظاهرة اللي نعم أنا الموجودة اللي عييت تقرأ بعضها. الحقيقة نعم هي مربوطة بأن نقد للواضع الوضع، يعني أنا بخفف منها إن للعنصر الكويتي إنه لا يريد يعمل، لا يريد يعني اللي يعجبني في الفاكسات وفيما طرح من مداخلات كله فعلا هي مطالبة بالتغيير. يعني أنا كنت متخوف أمانة، يعني كنت أنا أتكلم وحاول أتوازن، خلنا نكون صريح، لأني كنت أتوقع الناس اللي تقول لا توظفونا والدولة مهملة وإن لازم. الشيء الإيجابي الواحد يذكره الآن من خلال الفاكسات، من خلال المداخلات، كمداخلات من ناس ليسوا أصحاب اختصاص كمواطنين أو من المختصين، واضح إن في اتفاق على أنه وصلنا إلى مرحلة لا يجب القبول بالواقع الحالي، وخصوصا المختصين الحقيقة صارت مشاركة جماعية في التخوف من قضية المستقبل، إن الوضع الحالي في سيطرة عليه لكن المستقبل ما في سيطرة عليه. وبالتالي إذا إحنا كأولياء أمور وكمسؤولين مسؤولين عن 50% من شعبنا الشاب اللي بعد سنتين ثلاثة بيطلع بيقول شغلوني، يجب أن ننتبه أن هذه مسؤولية. دكتور لكم إحصائية أنتم في هذا المجال أن 50,000 شخص خلال 5 سنوات ما القادمة؟ لا ما تحتاج إحصائية، أنت يكفيك تعرف أن أكثر من 50% من شعبك دون سن 18 أو 44% دون سن 15 مثل ما قال الأستاذ جاسم السعدون. فلازم تعرف أن 50% نص شعبك بيجيك خلال السنوات القادمة يبي فرص عمل، وأن لا تملك القدرة المالية وليس قدرة القرار، يعني القدرة المالية أنك تعينه عندك، هذا المستقبل الذي نريد أن لنص. وهني اللي أنا أقوله كأولياء أمور كمسؤولين لا يجب أن نصاب بالأنانية. يعني إحنا شو اللي نسوي قاعدين بالكويت والواحد يتجرأ ويقولها، نحن نتمتع بالتلذذ في باستمتاع بثروات البلد
لسنواتنا الحالية نعيش فيها. وهذه قمة الأنانية، لأن لا ندرك ماذا سوف يكون الجيل القادم وأبنائنا وإخواننا الصغار، مو بعد أبنائنا حتى إخواننا الصغار، ما ندري شنو معاناتهم، شو راح نخليهم. هذه قمة الأنانية. يعني أنا سعيد وأتجرأ أقولها، لأني لاحظت كل المشاركين حتى بالفاكسات كانوا أصحاب روح تغييرية. الواقع المستقبلي هو الواقع الخطير، فيجب أن فعلا ننتقل من البحث من الجزئية. أنا أكو سؤال لك يمكن تسأل أو كان، لكن ودي أنا أقول، يعني أضرب لك مثال. هالمعالجة، فرص العمل اللي تفضلت فيها المطلوبة في يناير العام الماضي قبل 10 أشهر كان 3300 وكذا، ما تم توظيفه أكثر من 10,000، يعني 3 أضعاف. أنا بحب أقول مثل ما قالوا الأخوان، مثل ما قال الدكتور عصام، هي بس في نطرة، لكن حقيقة مو صحيح هذا الكلام، مو هذا المعالجة. احنا نعالجها لأننا مضطرين، لأننا نعتقد المعالجة تحتاج فترة أطول من الوقت وإجراءات، ولا نريد أن نصدم الناس. لكن أنا أحب أكد هني وحنا قربنا من النهاية على خطورة الوضع. بالنسبة ما تفضل فيه الدكتور عصام، أنا أيد في كثير الحقيقة من القضية، وقضية الخصخصة يعني أنا أيضا أعتقد أن توجه الدولة في التعامل مع الخصخصة بمثل ما هو ما طرحه وتفعيل دور القطاع الخاص، أنا ما أعتقد في خلاف جوهري. نعم دكتور، قبل نشوف لقاء سجلناه مع الأستاذ فيصل غريب الوكيل المساعد للشؤون القانونية ديوان الخدمة المدنية. دكتور الأستاذ جاسم السعدون ذكر موضوع هي مسألة الوقت، معيار الوقت بالنسبة للحل. أنا نسيت يمكن لا أسأل فيه، بس أسأل في حضرتك، هل أنتم تسابقون الدقائق اللي تستطيعوا بالفعل أن تنجزوا هذه الأمور؟ أمانة القضية مثل ما شرحنا وشرحوا الأخوان، قضية العمالة لا يملكها قرار لا شخص ولا جهة واحدة، والوقت، وبالتالي هي تحتاج إلى جهد جماعي. وحضرتك نقلت مقولة لي، نعم، بأن يجب تتكاتف الجهود عليها. أنا أعتقد الوقت ليس في صالحنا، وإحنا قدمنا خطة ل4 سنوات التزمنا فيها بأن نقدم كل 6 أشهر تقرير لمجلس الأمة، وقدمنا التقرير الأول الحقيقة في وقته، ونأمل أن نقدم التقرير الثاني، من ضمن بعض الإجراءات والتشريع الذي قدم، وما الأخوان شاكرين لهم مجلس الأمة يناقشونه، نأمل أن يخرج. الإجراءات اتخذنا كثير من الإجراءات، إذا أحببت بعد شوي أشرحها. رح نأخذ الإجراءات وطريقتكم للمعالجة دكتور، بس ودنا نسمع اللقاء إذا سمحت لنا. تفضل. اللقاء مع الأستاذ فيصل غريب الوكيل المساعد للشؤون القانونية ديوان الخدمة المدنية، وكان هناك سؤال عن الواسطة، وهل يوجد تنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص، وأيضا هل الديوان يؤثر ويقوم بالتأثير على مخرجات التعليم؟ نسمع شقول الأستاذ فيصل غريب. بين ديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص في مساهمة هذا القطاع في العمل الوطنية، أحب أن أذكر أن هناك خطة طموحة قام فيها الديوان، وهي خطة تنفيذية متوسطة المدى من 97 إلى سنة 2000، وتخص إعادة تركيب القوى العاملة بالبلاد، وتتضمن هذه الخطة مشروعات متعددة لتشجيع الكويتيين للعمل في القطاع الخاص. ومن أهم هذه المشروعات هو مشروع التنسيق بيننا وبين غرفة التجارة والصناعة فيما يتعلق بإيجاد فرص عمل للكويتيين، وكذلك تدريب الكوادر الكويتية وتأهيلها للانخراط في العمل في القطاع الخاص. وكذلك أيضا هناك مشروع الخاص باستيعاب القطاع الصناعي للعمالة الوطنية، وكذلك مشروع تشجيع الكويتيين للعمل في المشروعات الصغيرة، ومشروع زيادة استيعاب القطاع المصرفي للعمالة الوطنية، وكذلك مشروع زيادة استيعاب القطاع المصرفي للعمالة الوطنية. كما أن أيضا أن هناك مشروع لدعم وحماية القوى العاملة معروض على مجلس الأمة، وأيضا هذا المشروع يستهدف بالدرجة الأولى مساهمة وتشجيع القطاع الخاص في دعم وحماية العمالة الوطنية. فيما يتعلق بحملة الشهادة الثانوية وما دونها، وهل هناك واسطة في تعيين هؤلاء؟
بعد صدور تعميمي ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بحملة الثانوية العامة وما دونها، يعني أعتقد لا توجد واسطة في هذا المجال، خاصة أن حسب التعاميم تم حصر من هم لديهم الثانوية العامة وما دونها، وكذلك قمنا بالعمل على إدخالهم دورات تأهيلية ولدخولهم في الوظيفة العامة. وبالتالي أعتقد جميع الأعداد المتوفرة عندنا من حملة الثانوية العامة وما دونها ليس هناك واسطة لإدخالهم في الوظيفة العامة مباشرة، إنما يجب أن يدخل ابتداء في دورات تدريبية تؤهل لتقلد الوظيفة العامة. وبالتالي أعتقد يمكن هني نقدر نقول لا واسطة في هذا المجال. للأمانة هناك مشروع يقوم فيه الديوان اللي هو مشروع التأثير على مخرجات التعليم عموما، وبالتالي حتى يكون للديوان تأثير مباشر في متطلبات سوق العمل، ومن هالمنطلق أعتقد أن الديوان قاعد يضع هذا المشروع موضوع التنفيذ حتى يستطيع أن يوجه مخرجات التعليم في الكويت لتخدم متطلبات سوق العمل. وبالتالي بعد إنجاز هذا المشروع أنا أعتقد راح نرسم سياسة ناجحة للتوظيف في القطاع الحكومي، وبالتالي أعتقد راح نستفيد من جميع العناصر اللي المؤهلة اللي تخدم البلد في المستقبل. أهلا بكم، حياك الله عقيد إسماعيل. يا هلا فيك. وين الدوريات عنا؟ دورياتكم وين؟ شو المشكلة يا أستاذ؟ الناس تبي تتعلم، يعني تحس إن إنسان كبير، أحس إن أنا أبوه يعني. الأسباب التي تجعل الناس تحتفظ بالسلاح، ليش؟ الخوف من تكرار تعرضه إلى قزو آخر. هذا مو منطق دكتور. علامات استفهام كثيرة نضعها أمام كل من يهتم بهذا الموضوع. إلى اللقاء. عزيزي المشاهد، مرة أخرى معك والحكم بعد المداولة، وضيف هذه الحلقة الدكتور علي زميع وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. الدكتور، سمعنا عن الواسطة وسمعنا عن التعيين بالواسطة، هل هناك آلية واضحة ومحددة للتعيين، وما هي الإجراءات التي عملتوها أيضا؟ أول شيء الواسطة قضية إنسانية، يعني أنا أحب فلان وأقدر أخدمه راح أخدمه، مو كل إنسان عنده هذه المثالية، لكن هذا لا يعني أني أنا أتركها سايبة. كل دول العالم، لأن كل الناس تعيش كبشر بعواطفها ونوازعها الإيجابية الشريرة والحسنة، تتعامل وتتفاعل بها القضية بشكل يحسمها من خلال وضع الضوابط والإجراءات المنظمة التي تمنع من استغلال الموقع الشخصي الوظيفي لأي شخص بأن يخدم من هو يشتهي. خلينا نقول الحقيقة قضية التعيين كثر الكلام فيها. الحقيقة اتخذ مجلس الخدمة المدنية ومجلس وزراء قرار واضح بأنه مركزية في التعيين، أن التعيين من حملة الثانوية فما دون الذين هم يشكلون خلينا نقول نسبة 80% من الباحثين عن العمل هم من مؤهلات الثانوية فما دون، بأن هذه الشريحة الكبيرة لا يتم، يجب أن يتم تعيينها من خلال جهاز مركزي واحد وهو جهاز الخدمة المدنية، فيذهبون للتسجيل ووضع نظام تسجيل دقيق ويتم الفرز لهم ويتم توزيعهم حسب احتياجات العمل بعد تدريبهم. يدخلون فترة تدريب من سنة إلى سنتين، ثم يتم توزيعهم حسب احتياجات العمل وحسب التخصص، وبالتالي أنت غليت إيد الكثيرين من الاستفادة من هذه الورقة، وأن يستخدم التوظيف لمكسب اجتماعي أو مكسب شخصي أو هلما جرى. هو الحقيقة هذا النظام أعتقد يعني إحدى النظم المتطورة. طبيعي القضية الثانية في هذه الآلية كانت التأهيل، إنه من حملة الثانوية فما دون لا يجب تعيينه إلا بعد فترة تدريب وتأهيل تتم حسب احتياجات فرص العمل التي نعتقد أنها متوفرة. والتطور الذي نأمله، يعني هذه أول تجربة لنا في المرحلة الجاية اللي راح نبدأ بالشهر الجاي بالتسجيل، إن سوف نجد أين فرص العمل في القطاع الخاص ونوجه التدريب بحيث يكون
الخريج منها قادر حتى العمل بالقطاع الخاص لو أراد أن يذهب بعمل خاص أو كعامل لدى القطاع الخاص. فأيضا عملية التدريب الخاص الواسطة في هذا الجانب. أنا أحب وأفخر في الشباب الأخوان في ديوان الخدمة المدنية إن الحقيقة طبق بعدالة كاملة، والاستثناءات حددت أيضا الحقيقة منذ البداية، وضع استثناءات إن من لديه دورات تدريبية يستطيع أن يتعين مباشرة دون التدريب، من تجاوز سن 25 سنة يتم تعيينه، كذلك من متزوج أيضا يستثنى، صاحب الظرف الصحي أو المؤهل البسيط جدا. فتمت وضع استثناءات لحالات نعتقد حتى مراعاة لأبعاد إنسانية واجتماعية تمت، والنظام يسير بشكل جيد، وخصوصا أنه قد أقر مجلس الخدمة المدنية صرف مكافأة مالية للشاب المتدرب أثناء فترة التدريب. وأعتقد شاب غير متزوج وأقل من 25 ولا يحمل مؤهل عالي ويأخذ مكافأة بحدود 100 دينار أو 100 دينار شهريا بدون أي التزامات، أعتقد هذا برنامج بالنسبة للشباب الكويتي يجب أن يكون مغري. في دول العالم الآخر هو يدفع كلفة التدريب حتى يوظف. لا، المغري أكثر الدكتور هو من يعمل ويأخذ 300 دينار في وظيفة حكومية ولا يعمل. هذا الذي أوقف الآن. هذا الذي أوقف دكتور مسألة الحلول المقترحة من الحكومة لمواجهة مشكلة البطالة في الوقت المتبقي، وأيضا درجة واقعية هذه الحلول. نبدأ بالجزء الصعب. نعم. واقعية الحلول، نحن نعتقد أن الحلول الذي نتكلم عنها إلى الآن هي حلول للمرحلة الانتقالية. نحن لن نستطيع، وأنا كوزير الدولة للتنمية الإدارية أقول لن نستطيع حل هذه المشكلة إلا بتغيير في الوضع الاقتصادي. هاي يعني أنا أعتقد قضية حاسمة. إن لم نعيد هيكلية اقتصادنا الوطني ونطور قطاع الخاص أعتقد لن تحل المشكلة. أما معالجاتنا الحالية فهي معالجات تمهيدية تتناسب مع النمو المفروض أن يكون في القطاع الخاص، بحيث إحنا أيضا نمهد له بتنمية بشرية، وأيضا كما قلت إنها مسؤوليتنا أن لا نترك الشاب والمواطن الكويتي بدون رعاية. من الحلول الحقيقة قضية التنمية البشرية. نحن الآن ننسق مع وزارة التربية ومع المؤسسات التعليم العالية كالجامعة وهي التعليم التطبيقي تنسيق كامل، ونعتقد أن مسارات التعليم العام حتى الثانوية فما دون يجب أن تخدم قضية العمل في القطاع الخاص. قضية أن المسار التعليمي العام تعليم ثقافي عام لا يهيئ كل طلبتنا إلا لأنه يلتحق بالجامعة، بينما كل دول العالم المتقدمة نسبة الالتحاقون في الجامعة من خريجين الثانوية العامة هم أقل 10%، بينما كل التأهيل الذي يحدث في التعليم العام في دولة الكويت هو يؤهل الشباب الكويتي للالتحاق بهيئة التعليم التطبيقي أو جامعة الكويت، ولا يؤهلهم للتخصصات المهنية التي يحتاجها القطاع الخاص أكثر. فنحن أيضا معهم بحيث أن يكون ضمن البرامج الدراسية برنامج وتخصص دراسي في التعليم العام يخدم على هذا. كذلك ربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات السوق، وهذه سوف تطرح قريبا. إنسان إحنا نؤمن بديمقراطية التعليم، إنسان يبي يدرس أي تخصص، ما أحب أذكر اسماء تخصصات لأنها كلها علميا على مستوى واحد، خلينا نقول سي من التخصصات هو حر، لكن ليس حريته إنه يدخل هذا التخصص وهو يعلم قبل فترة كافية بأن هذا التخصص لا تحتاج الدولة. فإحنا سوف أيضا تنظم وبوقت سنوات مبكرة يعلن أن التخصصات التالية لن تعين بهذه الدرجات. توحيد درجات التعيين لخريج الجامعة بغض النظر عن التخصص أنا أعتقد أمر قاصر ويجب معالجته معالجة حقيقية. كذلك من ضمن البرامج كان إقرار قانون دعم وحماية العمالة الوطنية واللي شرحناه قبل قليل، كذلك البرنامج التدريبي اللي ذكرناه ومع استثناءاته وضوابطه الحقيقة التي قلصت من الواسطة بشكل كبير، كذلك برنامج الإحلال العشرة الذي أعلن أنه 10% سنويا، لكني أنا الحقيقة أكون أمين أيضا أحب أقول رقم حتى الناس لا يعني العمالة الغير كويتية في القطاع الحكومي لا تمثل من ميزانية من الباب الأول اللي هو الرواتب والأجور إلا 13%. نعم، وهذا ضمن الصعوبات دكتور. يعني إحنا عندنا
36 أو أكثر أنا أعتقد عمالة غير كويتية بالقطاع الخاص، لكن نسبتها المالية لا تتجاوز 13%، فلا نعول كثير ماليا عليها، خلينا نكون أمين. ثم لما نأتي ونأخذ إن في جزء كبير منها عمالة نادرة لا نستطيع أن نستغني عنها، وجزء كبير منها عمالة هامشية المواطن الكويتي لا يلجأ إليها، فقضية الإحلال لا يجب التعويل عليه كثير، لأنه إحنا نعتقد إن في هذا العام يوفر لنا 4000 فرصة عمل، ولكن أنا لما أحط كويتي على الموجودين حاليا ماليا ليس مفيد، لتنمية العنصر الكويتي أيضا أمر أعتقد سلبي. عندنا توجه جيد الحقيقة في التعاون مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي الثاني، يعني مثال الآن نعتقد أن في فرصة عمل ل4200 وكذا ببحث تم مع اتحاد الجمعيات التعاونية، تصور أن اتحاد الجمعيات التعاونية بحوافز معينة يستطيع أن يستوعب أكثر من 4000 كويتي. إحنا نعتقد نقدر نستوعب أكثر لو دخل الشاب الكويتي يشتغل بار تايم حتى بالأعمال البسيطة في الجمعيات التعاونية، وهذا مدخل سوف نركز عليه. دكتور، هناك تكلم دكتور عصام ربيعان عن عملية أو نظام القانون ليحمي القوى الوطنية، هل هذا القانون موجود؟ هو مربوط بقانون الخصخصة الذي يناقش في مقدمة الحكومة وموجود في مجلس الأمة الآن، وهو يناقش هذا الجانب. الجمعيات التعاونية دكتور خلني أكون صريح معك، من يعمل في الجمعيات التعاونية أو مثل هذه القطاعات ما يكون مرتاح، يعني بأي وقت يقول لا توكل على الله هذه باقي مستحقاتك وانتقل، فما يشعر بنوع من الاستقرار أيضا. هو يعني أنا أريد أن لا يجب التعويل على الوضع الحكومي، لأن قد يكون الوضع الحكومي حتى في دول العالم الآخر الغير منتج الغير جيد يقال له، وحتى قانون الخدمة المدنية في دولة الكويت، قانون الخدمة المدنية في الكويت ممكن أن الموظف الغير منتج وكذا أنه ينهى خدمته، فالمبدأ هذا وارد يعني الأصل، غيرنا ما يطبق في قانون الخدمة المدنية لأمر يعني وضع آخر يعني، فمو هي الإشكالية الحقيقة، هي الإشكالية أن نريد في نأخذ نماذج معينة ننتقل يعني نتعطي اللي إحنا نتمنى الحقيقة هو تفعيل القطاع الخاص، وأيضا من خلال ما يسمى بالأعمال small business الأعمال التجارية والإنتاجية الصغيرة، ودفع الكويتي أن يكون رب عمل، فيدخل كرب عمل تدعمه ماليا برأس مال، تدعمه ماليا في التأهيل، وبالتالي يستطيع أن ينشئ مشروع، ينشئ عمل خاص فيه، هذا العمل يستطيع أن يتطور ويوجد لعمالة وطنية. إحنا لو كل عائلة كويتية 2-3 من العائلة سووا لهم عمل خاص ودعموا، وهني أرجع إلى الشركة التي أنشأتها الهيئة العامة للاستثمار لشركة الأعمال الصغيرة لتمويل مثل هذه المشاريع، الحقيقة لو تم رعاية هالعناصر وأصبح عندنا ما يسمى بالأعمال العائلية التجارية العائلية للأعمال المتوسطة والصغيرة، هذا حافز جيد حتى للتماسك الاجتماعي الأسري. في أفكار كثيرة بس ترى إحنا ما بدينا إلا في فترة بسيطة إن نتحرك ضمن استراتيجية شمولية. نعم دكتور، يتبقى لنا أقل من 5 دقائق، وبوصفك وزير التخطيط ووزير الدولة للشؤون التنمية الإدارية لك شك أنك تحلم بأمور كثيرة، ومو شرط أن الحلم يتحقق، ولكن بماذا تحلم؟ أنا ما أحلم فيه حقيقة للأسف ليس يعني الناس تحلم بشيء بعيد، وشيء أنا الذي أحلم فيه وأتمناه أن نعي واقعنا، أن نستيقظ من الحلم، يعني ما فعلا ما أحلم فيه أن نستيقظ من الحلم الذي نعيشه. وأنا يمكن أكثر مرة كررت أن ما مرت به دولة الكويت كان لظروف تاريخية واقتصادية وسياسية نادرة الوجود في تاريخ البشرية، أتاحت لنا وضع معين، هذه المعطيات بدأت تتغير، يجب أن نستيقظ من حلمنا ونبذل جهد لنبني حلم حقيقي ليس نتيجة ظروف طارئة. ما جاءنا من وفرة ومن استرخاء كامل نتيجة ظروف سياسية واقتصادية مؤقتة وطارئة، احنا نريد أن نبني حلمنا على ظروف دائمة، نبنيها بجهدنا بإبداعنا بعطائنا بتميزنا كما كنا في السابق، وألا نبنيها على معطيات وظروف طارئة، بترول جاء وزاد سعره، وضع هادئ سياسيا في المنطقة، قلة سكانية. اللي أرجو أن نستيقظ من حلمنا وأن نبدأ أن نبني حلم وردي لنا والأجيال المستقبلية، وهذا أمر سهل لأن فضل الله نحن نعيش في بلد البعد السياسي فيه من أرقى دول العالم، نحن نعيش في أفرة اقتصادية نستطيع أن نستخدمها لبناء هذا الطموح المستقبلي. العنصر البشري الكويتي الحقيقة قد تم تهيئته بشكل راقي وجيد، وممكن الحقيقة تفعيله لتحقيق هذا الحلم. أنا رقم كل ما هذا أنا أعتقد أن لدينا القدرة، وأرجو أن نستمر بتفاؤلنا لنصل إلى
هذا الحلم. نعم دكتور، ونحن أيضا نشارك هذا الحلم، وأشكرك كل الشكر والتقدير لك على تفضلك بالحضور معنا في استوديو الحكم بعد المداولة، ونتمنى إن شاء الله أن نكون قدمنا شيء ونقلنا وجهة نظرك أيضا كمسؤول عن التخطيط لجمهور المشاهدين. كل الشكر والتقدير لك دكتور. شكرا للتلفزيون. كل الشكر والتقدير للدكتور علي زميع، وزير التخطيط ووزير الدولة للشؤون التنمية الإدارية، وشكرا لكم أيها الأحبة. نلتقي في الأسبوع القادم وموضوع جديد من الحكم بعد المداولة. إلى اللقاء.